قال: فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير؟ إذا وصلتم من القلب من خلال هذه المنافذ انتهت الحرب، أصبح قتيل أو أسير لكم، أصبح هذا القلب قتيل أو أسيرا لكم، وفزتم بهذا الحرب وهذا السجال، وأصبح النصر لكم على هذا الإنسان. نعم. أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور، ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها. نعم، يعني احرصوا على أن تبعدوا هذا الذي أثخن بالجراحات واستوليتم على قلبه، ألا يصل إليه يعني هدى أو يصل إليه حق. ولهذا من الخطط في هذا الحرب أن الشيطان يبعد من كان كذلك عن مجالس الهدى وعن سماع الهدى وعن مصاحبة أهل الحق والهدى، ويبغضهم إليه ويظهرهم عنده بالصورة الشنيعة البشعة البغيضة إلى غير ذلك، لأنه يغلق بهذا المنافذ التي من خلالها يصل الهدى إلى قلبه. نعم.